يا جماعة أنا شحنت طاقتي وكل أموري تمام، يعني أنا هلأ صرت كتير منيح ومثل الحصان. كمان كان جسمي شوي تعبان بس أنا هلأ صحصحت وراجع للشغل بنشاط، يعني عضلاتي رجعوا شدوا. أنا حاسس حالي هلأ كتير قوي ومستعد إني بلش من الصفر، وعندي كتير أفكار مهمة براسي. بقى هلأ مخي صار نظيف، عضلاته أكبر وكله طاقة. يا جماعة بدنا ننسى اللي صار معنا بهاليومين، موافقين؟ بدنا نوقف على رجلينا ونكبر المطعم وكأنه ما صار ولا شيء أبداً، مو هيك مرة؟ أكيد طبعاً. لا لقونا رح يتصلح ويترتب ويرجع يشتغل مثل أول وأحسن. أنتوا موافقين؟ كلمة تحفيز مدهشة لحتى يرجع الشغل مثل أول. با 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 قائد عظيم ابن خالتي. وائل بتعرف شغلي؟ أنا عن جد كتير انتفخ قلبي منك ومليت من شوفتك ومن صوتك كمان. بقى حل عني وامشي، تركني بحالي، الله يوفقك. أنا كمان معك بهالفكرة مرادو، كمان مليت منك عن جد. وائل هات من الآخر. عثمان أنا معك كمان بس لازم اختصر، لهيك رح أحكي فورا. مليت من لقابيا وما بدي إياه، ما حبيته، ولهيك رح رجع لكم مكانكم. أنت عم تمزح؟ جاي تتمسخر علي؟ الزباين هلكوني وصرعوا راسي، راسهم وألف سيف. مرادو 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 مرادو، شي أكل عثمان اللذيذ، شي خلطات بابلو الأجنب الخاصة فيه وغيره، ما عاد فيني بقى، ما عاد أتحمل أكثر. مراد عن جد داخلي. إيه وأخذته بكل هالصعوبة، بدك ترجعه هيك ببلاش؟ يا الله دخيلك، ليش مالك حابب تفهم علي؟ عامل لك ما عاد طايقه لهالمكان، افهم علي بقى، داخلي. أمي من طرف وأمك أنت بالذات من طرف، وهالتنتين لوحدهم مصيبة مثلتلي مثل ما بتعرف. قلي لشوف شو بدك؟ لشو بدك توصل؟ قول، لا تستحي، يلا قول. مراد أنا جاي لعندك بكل نية صافية، إيه؟ فهمت علي؟ يعني على شو بدي يكون عم خطط؟ مشان الله اللي على شو بدي خطط؟ أنا اللي بدي إياه صار وخلصت اللعبة. أوكي؟ ليش ما عم تستوعب؟ غايتي كانت إني أخده منك وأخدته طبعاً، وعصبتك على قد ما فيني وانبسطت بهالشي كتير بالآخر. جيم أوفر، خلص انتهينا. اي بسيطة، منعمل معاملتنا الملكية. ايه لك المحامي تبعي حضر كل شي وما باقي إلا توقيع الوراق. عم يحكي جد هاد؟ لك انت شو نوعك؟ اللي انت مجنون شي؟ مرادو انا عم حاول صلح علاقتنا وانت عم تجرحني، ليش هيك عم بتساوي؟ عن جد قهرتني. مراد الوراق هون قانونية وحسب الأصول. لا نحن ما عنا شي خارج القانون أبدا. بعد ما حضرتك توقع الوراق المحامي تبعي رح يكمل الإجراءات الباقية. مبروك عليك يا ابن خالتي. برافو. موفقين. عن جد خبر. برافو. ايه غصون انا كمان ماني مصدقه، رجع له المكان قدام عيوني. حمل وانزاح عن قلبي ما بتتخيلي. طبعا رح نحتفل، معقوله ما نحتفل بهيك شيء؟ تمام تمام حبيبتي، بوسات بشوفك. ذكائك خارق، برافو. شو عم تعمل انت؟ طبعا هلا ما بدك تحكي هون، مزبوط؟ هالمعلومات لو كانوا مع مراد ما كنت بخاف ابدا، لانه بعرف انه هو صاحب كرامي وما رح يستعملهم، بس انتي
انت فاجأتيني، فاجأتيني كثير. يعني منه اخذتي بداري وبتزيتيني ورجعتي له المطعم؟ عن جد مو فهمانة عن شو عم تحكي وائل. انا مالي علاقة باللي عم تقوله، بعدين لا بتزيتك ولا شيء. ما تقلقي، مثل ما انك كاتبه هون، هاد مو خطك؟ ما تقلق ابدا وائل، اذا ما جبت سيري لمراد انا ما رح استعمل التسجيلات. ابتزازك اضطريت نفذ المكتوب لانه ما بدي فوت على السجن. مو انا اللي كتبت هي، مو انا، ماني مضطره اعمل هالبشاعه معك، فهمان؟ ما كنت متوقع منك تعترفي اساسا. انت ربحتي على الاقل حاليا. عمار لك انت شو طينتك؟ انت عملتها ما هيك؟ انت بعثت له التسجيل؟ انا انتظرتك. لك انت شو يا بني ادم، شلون بتساوي هيك؟ استنيت بس كرمال انت تستعملي التسجيل، بعدين لما شفت انه مانك ناوية ولمصلحتك انت ونيابة عنك انا عملتها. الو اسيل، انت واحد كتير وسخ، مريض نفسي ولازمك علاج فورا. مريض اسيل؟ فهمي لأجابيا رجع لعن صاحبه مثل ما كان لازم يكون، وهداك الوسخ اللي اسمه وائل خلصنا منه. وهلا قولي لشوف وين الغلط بهالحكي. لو مراد كان ما كان بيعمل هالعملة ابدا، هو مو مثلك. شلون رح اشرح اللي صار لمراد؟ انت بتعرف وين بشاعتك منيح عمار. انا لازم اقول له لمراد كل شيء. رجع لك لقاب يا اخي. رجع لنا. ايه بس لما يكون وائل بالموضوع بحس كانه بده يصير هيك شيء، قصه ما لها نظيفه ابدا. ما بعرف في شيء عن جد مو مزبوط. ايه اخي معك حق، بس خلصنا منه، وائل خلص اكل الكم، ولولا هيك ما كان اجا ورجع لنا لقابيا. بس تعرف عثمان حكيك كتير منطقي، وارد القصة، يعني هو قال لحاله أحسن ما يطلع بسواد الوش معنا، بيرجعه بيضل بمكان قوة، يعني هيك تماما هيك. ما فيك يا جماعة إيمونا من سيرة هالغليز بقى، انسوا، خلينا نرجع الأيام الحلوة. وينك حبيبتي أنت مختفية بأحلى يوم بعمري؟ شوير تعي لعندي، تعي تعي. طولت. أنا هون حبيبي. كل شي بلش يتصلح بالأخير يا جماعة. أنا لما قلت لكم وقت خسرنا لقابيا إنه بنرجع بنعمل غيره وأحسن منه من هالحكي الفاضي هذا، هذا كان كله علاك، لأنه بعد لقابيا ما في بصراحة. بالمختصر يا جماعة، اعتباراً من هلا إذا الله طعمنا ورجعنا على محلنا، المفروض إنه نعطيه كل طاقتنا، يعني بعتقد إنه لقابيا بيستاهل إنه نعطيه من قلبنا وجهدنا يكون فيه مضاعف، ما هيك؟ بالنهاية هذا لقابيا، لا تنسوا. برافو عليك. شكراً يا أبو. فكرة حلوة. برافو.